لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: الآية الرابعة: ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال: المشرق موضع الشروق، والمغرب موضع الغروب، اللي هي الحياة. احنا ما كانش المادة بتاعتنا دي أمواتا فأحياكم ثم تحولت بقدرة الله عز وجل وأمره إلى ذلك الإنسان. 80 كيلو، 100 كيلو، 70 كيلو، دول كانوا فوق قد ما يتتحولوا. الحياة إذن عرض لها ولا صفة لازمة؟ عرض طبعا، مش كده؟ عرضت لها بعد أن لم تكن موجودة. فالصفات التي هي عندنا أعراض، لما قلنا في حق الله أنت قبلتم أنها ليست إيه؟ ليست أعراض، وقلتم هي صفات، فلماذا لا تقبلون في وجه الله؟ يعني وجهه الذي هو صفته سبحانه. وذلك أن المصلي يعني يتوجه، لا مش هو اللي يتوجه بقى، الله قبل وجهه، فإن الله ينصب وجهه لعبده، ولا فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فده معناها أنه صفة متعلقة بحال المصلي، فعل يفعله الله أن يتوجه إليه بوجهه، فيكون معنى ذلك الإخلاص مع إثبات صفة الوجه. وإن كان الأقرب عندي في سياق الآية أن المقصود بها كما قال مجاهد قبلة الله. قال: وذلك يكون عند الناس جهة القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها بقوله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال في الكشاف: والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس فقد جعلت لكم الأرض مسجدا، أو فقد جعلت لكم الأرض مسجدا، فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها، وافعلوا التولية فيها. التولي أو التولية التوجه. تنفع جعلت برضه صح صح. فإن التولية ممكنة في كل مكان، لا تختص أماكنها في مسجد دون مسجد ولا في مكان دون مكان، انتهى. قال الشوكاني فتح القدير: هذا التخصيص لا وجه له، فإن اللفظ أوسع منه، اللي هو التخصيص بالمسجد الحرام أو المسجد الايه الأقصى. عايز يقول انت لماذا جعلت الكلام على هذا؟ هو هيقول السياق، يعني انهم لا يستطيعون ان يصلوا في ذلك الوقت. بنقول لا، مش محتاجه ان هو عشان يستطيع او ما يستطيعش، عشان منع او ما منعش. التوجه اوسع ممن منع او ممن لم يمنع. التوجه في كل مكان للمعذور وغير المعذور، لان البشر يعيشون في الارض كلها. قال: فإن اللفظ أوسع منه، وإن كان المقصود به بيان السبب فلا بأس. أنا عايز يقول إذا كان قصده بيان السبب فلا بأس. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة، قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، الآية. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق. ثم تركه، يعني ايه تركه؟ يعني هو كان في المدينة، ما يقدرش يتوجه للاثنين. كان في مكة يتوجه الى الاثنين، لان الصلاة فرضت بمكة قبل ان يهاجر صلى الله عليه وسلم. فكان يتوجه بين الركن الاسود واليماني، يبقى في اتجاه الشمال، يبقى متجه الى الكعبة ومتجه اليه الى بيت المقدس. فترك فلما هاجر المدينة صلى نحو بيت المقدس، ثم صرفه الله الى البيت ونسقها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. صححه الحاكم وغيره.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود نحوه. يبقى ده أول حاجة، إن ده ولله المشرق والمغرب كانت في التوجه إلى بيت المقدس، فنسخت إلى إيه؟ إلى المسجد الحرام. قول الثاني، أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. هو إزاي جايب ابن أبي شيبة وعبد بن حميد الأول تاريخيا؟ يعني عبد بن حميد أسبق من إيه؟ مسلم. ابن أبي شيبة شيخ مسلم. وغيرهم عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي تطوعا أينما توجهت. ويبقى ده الآية غير منسوخة، وهي في التطوع في السفر على الراحلة. طب الفريضة لازم ينزل ويستقبل القبلة، عشان كده بقى اللي ما يلحقش الصلاة في الوقت وهيسافر لازم هيصلي على الراحلة في اتجاه القبلة، ولازم قائما طالما أمكنه، يا إما ينزل ويلزمه النزول إذا أمكنه. يعني ما ينفعش واحد وهو قاعد كده يروح جاي يصلي في اتجاه الراحلة فريضة وهو قاعد، ولا في الطيارة ولا في الأتوبيس ولا غيره ولا القطار. لازم يقف ولازم يتوجه إلى القبلة. يعرفها منين؟ لو ايه؟ يركع ويسجد. يركع ويسجد؟ ايماء ولا؟ لا، اقول يركع ويسجد. طب ليه؟ يعمل ازاي؟ يشوف بقى مكان بين العربيات، يشوف مكان في الطرقة. يسجد على الكرسي نفسه. على الكرسي نفسه ماشي، بس المهم انه انت تسجد على الارض، على ارض الكرسي. يعني هتقف على الكرسي نفسه وتسجد ايه؟ إذا كان متجه للقبلة. لكن لازم تنزل الميكروباص، لازم تنزل، لأن لم يرخص لنا إلا عند العجز التام. حاولت تنزل، قلت لهم نزلوني، عايز أخش الحمام، عايز أخش استريح، عايز أعمل أي حاجة، وما رضيوش وفضلوا مستمرين وأنت عاجز، يبقى خلاص صلي على ما استطعت. لكن الواجب إن أنت طالما امكنك ان تجمع بان تصلي بقيام وركوع وسجود وفي اتجاه القبلة يلزم. وقال ثم قال ابن عمر: فانما تولوا فثم وجه الله. وقال: في هذا انزلت هذه الايه. واخرج نحوه عن ابن جرير والدارقطني والحاكم والصحاح. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على راحلته قبل المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى. هذا دليل على وجوب استقبال القبلة والصلاة صلاة كاملة على الأرض في الفريضة وفي السفر وفي غيره. وروي نحوه من حديث أنس مرفوعا. وأخرج عبد بن حميد والترمذي وضعفه، وابن ماجة وابن جرير وغيرهم عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلا، فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا فيصلي فيه، يعني مكانا للسجود. فلما أن أصبحنا، هو أدي الهدف من هم بيجعل مسجدا، يعني بيعمل إيه؟ اتجاه القبلة، اتجاه القبلة كده، عشان لما تصحى يصحى والنهاردة الشمس تطلع يعرفوا إيه توجهوا إزاي. فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب الآية. فقال: مضت صلاتكم. الحديث زار حسنه الألباني. هو الحديث ضعيف أصلا، ولكن له طرق متعددة. صححه الحاكم. حتى وإن لم يخرج الوقت، طالما صلى باجتهاد. يبقى القول الثالث في الآية، يبقى الأول أنها نزلت في استقبال بيت المقدس ونسخ، يبقى الثاني أنها في صلاة النافلة في السفر على الراحلة، الثالث أنها في الصلاة باجتهاد. وإذا
خفيت القبلة وجب الاجتهاد، وإذا صلى باجتهاد صحت صلاته لأن هذا فرضه ليس فرضه الإصابة، حتى ولو لم يخرج الوقت. لماذا؟ لأنه هو أمر بالاجتهاد ففعل. الحديث ده دليل على ذلك. وقد يخطئ في الاجتهاد الثاني وقد يخطئ في الاجتهاد الثالث. نعم، على أي الأحوال إنما نقول الفرض الاجتهاد لا الإصابة، يبقى حتى لو تبين، يبقى تفرق بقى أن أنا أقول إن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة مطلقا، وبين أن أقول شرط في صحة الصلاة إذا لم تخف على صاحبها مسافرا كان أو حاضرا، لكن إذا خفيت عليه ففرضه الاجتهاد. بناء على ذلك، طب أنا وقت اجتهدت في إن أنا كنت متوضي ولا مش متوضي، توضيت الأول ودخلت الحمام الأول وبعدين ترجح لدي إن أنا إيه كنت متوضي، وبعدين بعد ما صليت على الوضع ده تبين لي وتأكدت إن أنا كنت إيه غلطان ومش متوضي، نعمل إيه؟ عيد الصلاة، لأن ده شرط مطلقا، الطهارة من الحدث شرط مطلقا. وأخرج الدارقطني وابن مردويه والبيهقي عن جابر مرفوعا نحوه، إلا أنه ذكر أنهم خطوا خطوطا. وأخرج نحوه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. وأخرج نحوه أيضا سعيد منصور وابن المنذر عن عطاء يرفعه وهو مرسل، عشان الطرق دي حسنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فثم وجه الله قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا، يعني ده الكلام هنا على القبلة وليس على الإيه، يعني ده كلام ابن عباس. يعني وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني والترمذي وصححه، وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث الصحيح المقصود به أهل المدينة ومن على سمتها، أنهم ما بين المشرق والمغرب، يعني إذا وراء اتجاه الجنوب، ولو كانوا في جنوب مكة، في جنوب مكة يبقى برضو ما بين المشرق والمغرب بس في اتجاه الايه؟ الشمال. وليس هذا حديثا عاما لكل المسلمين في الأرض، إن ما بين المشرق والمغرب قبلة، يشوف المغرب فين والمشرق فين وصلي بينهم، إنما هذا في المدن الشمالية بالنسبة إلى المدينة، وإلا فيلزمه التوجه نحو الكعبة حيثما كان، إذا كان هو في شرقها توجه غربا، وإذا كان في غربها توجه شرقا، وإذا كان في شمالها الغربي، وده أكثر المسلمين يعني، يتوجهون إلى جنوب الشرق. والحديث ده بيستدل به على أن الجهة هي المقصودة ايضا للتعيين، يعني لما نلاقي ان في الانحراف يسير عرفا عن ذلك الصلاة صحيحة. مش الحديث ده سيدنا يخلى الانحراف غير يسير؟ يعني النبي قال بين المشرق والمغرب قبلة وهم كانوا في الجنوب، هم كانوا في الشمال. انا اقصد الكعبة، معلش. ايوه، لا ده الانحراف اليسير ده يدل على كده. ليه؟ انت شوف سمت المدينة على مكة هتلاقي الفرق يسير جدا، على خط الطول بتاع البلدين فرق يسير، ما امرهمش بيه باكثر من ذلك، فيبقى اللي زي كده هو اللي تقول عليه يجوز، وليس ان هو يكون في اتجاه مثلا 45 درجه او 90 درجه. تقول لي ما بين المشي، ما هو ما بين المشي في المغرب 180 درجه، فانت هتقول لي كده برضه؟ اقول لك لا قطعا باتفاق. الايه الخامسه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال اختلف في المراد بالعهد، فقيل الإمامة وقيل النبوة وقيل عهد الله أمره، ده أصح. أمر الله عز وجل ما يتقالش لا ينال نبوة الظالمين فقط، بل كل ما كان من أمر الله بالائتمام. يعني أمر الله، إن في أحوال كتيرة ربنا أمر بالائتمام بأقوال وأفعال بعض الناس، مش كده؟ فأمرنا بالائتمام بالأنبياء، وأمرنا بالائتمام بالعلماء،
وأمرنا بالائتمام بالشهود. يعني احنا اتم بهم، يعني هنمشي على كلامهم ما قالوه من انهم رأوا فلانا يقتل فلانا. احنا هنقتل الراجل بناء على ايه؟ على كلامهم. فاحنا اتمنا بيهم، 4 شهود شاهدوا بالزنا، احنا كده ايه؟ اتمنا بيهم مش كده؟ والقاضي يؤتم بكلامي، قال ده حكمه كذا، هيتقتل هتقطع ايده. الناس اللي بينفذوا اتموا بيه بكلامي. الرواة، واحد راوي قال ان عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قد فعل كذا او قال كذا، مش انا كلام نأتم بيه بنتبعه. فعشان كده هنقول النبوة بس ولا الامامة عموما او امر الله؟ كل امر ربنا امر فيه بالايه؟ بان يؤتم بقول احد او فعل احد. فيبقى لا ينال عهد الله بذلك الظالمين، ولو كان من ذرية ابراهيم، إن ربنا جعله للناس إماما يؤتم به في التوحيد وفي الشرائع التي على الفطرة، وده وكل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها إبراهيم. لأن كلمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الصحيح فيها الشمول من أول الدعوة إلى التوحيد في قومه والصبر على الإلقاء في النار، وأمر بذبح ولده، أمره بذبح ولده إسماعيل فعزم على ذلك إلى النسخ، وأمره ببناء الكعبة، أمره بنقلة ولده إلى مكة ليعمرها، وهكذا كل دي. أمره بالختان فاختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، فدل ذلك على أنه امتثل أوامر الله وإبراهيم الذي وفى. فكل الكلمات التي أمر بها وفى بها، فنحن قد أمرنا باتباعه والائتمام به بناء على ذلك، لأنه وفى أوامر الله عز وجل. ولذلك أعظم ما يتبع فيه إبراهيم الحنيفية، وليس كما يقول الزنادقة أن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم أبناء إبراهيم يصلون معا صلاة واحدة أو يعني في مكان واحد أو نحو ذلك، أو القول ب القول بوحدة الأديان، الدين الإبراهيمي الجديد المحدث الذي لا يمت إلى دين إبراهيم، والولايات المتحدة الإبراهيمية حلم إسرائيل، والمعبد الموحد للديانات الإبراهيمية 3، والصلاة الإبراهيمية، كل الاصطلاحات دي والاتفاقات الإبراهيمية. احنا فبنقول ان كل الحاجات اللي بتتعمل دي مخططات لتميع الهوية، نسأل الله العافية. اعظم ما يؤتم به ابراهيم حنيف، انه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقيل الأمان من عذاب الآخرة، ورجحه الزجاج، والأول أظهر هو الإمامة عموما، العهد بالإمامة، وأمره داخل في ذلك. لأن بنقول أن الإمامة لا ينالها، يعني إيه لا ينالها ظالم؟ يعني أي واحد لا يؤمر بالائتمام به. الشرع لا يأتي بأن نأتمر بأمر ظالم، حاكم، قاضي، شاهد، مفتي، أي حد. لا يلزمنا من كلامه إلا ما وافق العدل. يعني إيه بقى الكلام ده؟ زي ما بقولك إلا ما وافق العدل، لأن احنا بنأتم بمين؟ بإبراهيم عليه السلام، وبمن أمرنا بالائتمام به من الأنبياء، وما أهل العدل. فلو حاجة وافقت العدل يبقى ناخدها، ما وافقتش العدل يبقى لا نأخذها. لا يلزمنا، لا تأمرنا بأمر ظالم. قال وقد استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد، لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالما. والكلام ده صحيح في الابتداء، يعني إحنا لو قدمنا في ابتداء عقد الإمامة واحد ظالم وفاسق وكافر، واحد مسلم عدل، يلزمنا شرعا أن نولي المسلم العدل، ولا يجوز أن نولي ظالما. طب إذا تولى الظالم بغلبة
أو تولاها وهو عدل ثم ظلم وفسق. ثم ظلم وفسق، فهذا لا يترتب عليه عزله عند جماهير العلماء، إنه إذا طرأ عليه الفسق لم ينعزل، لكن إذا طرأ عليه الكفر انعزل. ولماذا لم ينعزل؟ لأن الانعزال وإسقاط الولاية مع بقائه على دين الإسلام ومحاولة خلعه دائما يترتب عليها فساد، وإلا فلو تصور زوال يعني إمكان، لو تصور إمكان إزالته من غير مفسدة راجحة وجب ذلك. ولكن أين هذا الرجحان عبر الزمان؟ ولذا جاءت الأوامر بالصبر، لكن إذا طرأ عليه الكفر انعزل قولا واحدا، وإذا لم يقم أمر الدين فليس بمأمور باتباعه، فليس إماما، لأن المقصود في من كان مقيما لأمر الدين هو الذي يؤتم به في ذلك، ولا يلزم أكثر من ذلك. المسألة دي مهمة جدا، وهو سبق بيانها مرات، بنقول أن الأئمة والحكام أنواع، فمنهم من يكون عدلا عالما، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. لا نعني أن الأربعة فقط أو الخمسة فقط، بل نعني كل من كان كذلك. فكل من كان حاكما عالما مجتهدا عادلا يقيم العدل ويعمل بالشرع، مثل عمر بن عبد العزيز مثلا، مثل بعض حكام بني العباس، معاوية رضي الله عنه من 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 من, من هو أعدل حكام ملوك المسلمين، فهؤلاء يجب الائتمام بهم وتجب طاعتهم فيما أمروا به ونهوا عنه ما لم يعلم أنها معصية. ومن هنا كانت المباحات والمستحبات والمكروهات وتعارض المصالح والمفاسد في مثل هذا النوع من الحكام يقدم كلامهم. إذا أمر بمباح أو نهى عن مباح، فلأنه عالم لن يأمر بمباح إلا إذا كان يترتب على تركه معصية أو ترك واجب، ولن ينهى عن مباح إلا إذا كان يترتب على فعله معصية أو ترك واجب، لأنه عالم لا يأمر بما ليس من عند الله عز وجل فيه برهان، ولا يأمر لهوى نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له بريرة: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: فلا إذن. يبقى ما فيش واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي: ألا تصليان؟ ما لهمش قوموا صلوا. عشان تبقى فاهم انت، لو واحد حاكم او من امر بطاعته، اب او ام او قاضي او اي واحد، قال لواحد طلق مراتك، يلزمه سمعا وطاعة للامير المؤمنين. مثلا اتجوز فلانة، اتجوزي فلان، هذا الامر مبناه على، اذا كان هذا الحاكم عالما عادلا مش حيؤمر بهذا إلا إذا كان الزواج عليه واجبا، أو إذا كان الزواج عليه حينها إذا كان حراما. ماشي كده؟ مش هيحصل الكلام ده إلا بسبب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: أطع أباك، لما قال له طلق إيه امرأته. ليه قال له كده؟ لأن الطلاق ده إذا هي ما اتطلقتش هتفتنه. عمر عارف كده كويس، وكان ابن عمر يحبها، وكان بنقول النوع الأول العالم العادل يبقى يطاع فيما أمر به ونهى عنه من المباحات والمستحبات والمكروهات وموازنة المصالح والمفاسد، وما يأمر به ده أصل بقى وجوب طاعة الأئمة فيما أمروا به من تعيين فروض الكفايات. وأما ما وجب بأصل الشرع فهو واجب ابتداء ويتأكد بأمر الأئمة. ماشي كده؟
من ليس بعالم او ليس بعادل او ليس بعالم ولا عادل. من ليس بعالم بس هو عادل، مش ده موجود كتير؟ صلاح الدين الايوبي، محمود، نور الدين، حكام عدول بس ما مش اهل علم. ومن من هو لي من من هو عالم وليس بعادل ظالم، زي الحجاج ممكن يكون عنده علم بعض الانواع، ماشي كده؟ او من ليس بعالم ولا عادل، وده خد منه كتير، ماشي كده؟ فهذا لا تجب طاعته الا فيما علم انه طاعه، لان الاصل لا ينال عهدي بالامامه الظالمين، وامر الله عز وجل من امرنا ان ناتم بهم من ليس ظالما، ماشي كده؟ ان يكون عالما بامر الله عشان تبادي امر الله. فلا تجب طاعته الا فيما علم انه طاعه. واما المباحات والمستحبات والمكروهات وموازنه المصالح والمفاسد فلا بد ان يرجع فيها الى اهل العلم. طب ما اذا كان ليس بعالم ولا عادل ولا يقيم من الدين ما وجب؟ على الاقل لا يجيب، لا، ما يضيعه من الدين اكثر مما يقيمه، فليس بولي امر في النهايه، ليس بامام، ولكن ينظر في المصالح والمفاسد. واما اذا كان النوع الرابع ما هو الدعاء على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها، فلا يجوز طاعتهم اصلا، لان هؤلاء تقود طاعتهم الى جهنم والعياذ بالله. قال: ويمكن ان ينظر الى ما يصدق عليه اسم العهد وما تفيده الاضافه من العموم، عهدي، يبقى كل عهد الله، فيشمل جميع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ من غير نظر الى السبب ولا الى السياق. حضرتك هنصلي، خليك وانتظر حضرتك. هنصلي العصر، هناخد 10 دقائق عن كالمعتاد ونصلي. لا، ممكن حضرتك تخلص، تخلص براحتك وتصلي. في ناس ثانيه. معلش معلش، ما هو الطريق كان صعب، ما لحقناش نيجي بسرعه. طب قول لهم، قول لهم ما يصلوش لما يجي الشيخ. ماشي، ما حدش هيصلي. ها؟ ماشي. لا استنوا، استنى يا جماعة عشان المقيمين عدد قليل. طيب قول لهم استنوا بقى. قال: فيستدل به على اشتراط السلامة من وصف الظلم، ومن وصف الظلم في كل ما تعلق بالأمور الدينية، زي ما قال ابن خويزي من داد من علماء المالكية. أيوة، أن هو لا تقبل، يعني ما لا، إن الله لم يرضى أن يكون ظالم إماما، لا في ولاية ولا في شهادة ولا في رواية ولا في قضاء ولا في حكم كله. وقد اختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهدي بالإمامة ظالما، ففي تعظيم، ففيه تعظيم من الله لإبراهيم الخليل، فيه تعليم مش تعظيم، إعلام من الله لإبراهيم الخليل أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم، من هو ظالم لنفسه. قال الشوكاني في فتح القدير: ولا يخفى عليك أنه لا جدوى لكلامه هذا. استغفر الله، مش صح، إن سيدنا إبراهيم طلب أن يكون هناك أئمة من ذريته، فأخبره الله أنه وإن كان من ذريتك فلن يكون له عهد بالإمامة إذا كان ظالما. يبقى إزاي ما فيهوش لا جدوى لكلامه؟ كلا، له جدوى طبعا. فالأولى أن يقال إن هذا الخبر في معنى الأمر لعباده أن لا يولوا أمور الشرع ظالما، وإنما قلنا إنه في معنى الأمر لأن إخباره تعالى لا يجوز أن يتخلف، وقد علمنا أنه قد نال عهده من الإمامة وغيرها كثيرا من الظالمين. لا، لا ينال أن تنسب هذه الإمامة إلى الأمر بها من الله، فما ينفعش نقول قد نال عهده للظالمين. لا، قد تولى أمر الناس، ولكن لا يلزم من ذلك أن ذلك بأمر الله، لأنه قال إني جاعلك، يبقى جعل الله إماما، جعل شرعي مأمور به، في استجابة، وقد استجاب الله دعاء، إلا أنه لا يجعل من ذريته الظالمين أئمة.
أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله تعالى قال إني جعلك للناس إماما، قال يقتدى بدينك وهديك وسنتك. قال ومن ذريتي إماما لغير ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين أن يقتدى بدينهم وهديهم وسنتهم. وسيدنا إبراهيم كان حاكم، سيدنا إبراهيم ما حكمش مش كده، لم يكن ملكا ولكن من ذريته الملوك والخلفاء، ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. وأخرج الفريابي، عشان كان يقول إن مش لازم يكون المعنى معنى الإيه؟ معنى الإمامة أن يكون إمام، أن يكون حاكم. رب جعلنا المتقين إماما، يعني مش في وظيفة لكن يقتدى بهم. وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عنه قال قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، فأبى أن يفعل، ثم قال لا ينال عهد الظالمين. كلام ما ينفعش، قد جعله الله إماما قطعا، وجعل من ذريته لكن لا ينال عهد الأئمة. الظن هو أرى الآية كلها إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل، بس الاختصار في الرواية أدى إلى ذلك، يبقى كان ناقصة كلمة الآية، إني جاعلك للناس إماما الآية، لأنه ما ينفعش أن ربنا أبى أن يفعل، قد جعله الله. وبعدين ما أباش سيدنا إبراهيم، كيف يقال أن إبراهيم أبى وإنما طلب المزيد؟ فاللفظ كده مش صحيح. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال هذا عند الله يوم القيامة لا ينال عهده ظالما، اللي هو معنى النجاة من العذاب. فأما في الدنيا فقد نالوا عهده فوارثوا به المسلمين وغازوهم، يعني غزوا معاهم وناكحوهم تزوجوا منهم، فلما كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على أوليائه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في تفسير الآية أنه قال لا أجعل إماما ظالما يقتدى به، وده من أحسن الأقوال في كل الأحوال، لا يقتدى بقول واحد ظالم. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يخبره أنه إن كان في ذريته ظالم فلا ينال عهده ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه قال ليس لظالم عليك عهد في معصية الله. وعن أخرج وكيع وابن مردويه عن من حديث علي عليه السلام رضي ليس لظالم عليك عهد، لا حضرتك قلتها ينال عهد، هي مكتوبة كده بس هل مش الصح يعني يكون في خطأ مثلا في الانطباع؟ فلا يناله عهده، لا تنفع كده، لا ينال عهده يعني لا يدخل تحت عهده. ايوه ماشي، بس هي كده صح، موجوده كده في الكتب. يعني اقصد هي الايه صح كده، بس الاثنين هو اذا هي نص الايه انها هتبقى لا يناله عهده، لا يناله عهده اي نعم، ولكن اللي يمكن انها تفسر على ذلك يمكن إنها لا ينال الظالم عهد الله، يعني لا يدخل في عمومه. ما فيش الظالمون خالص صح. سمع دورك. كان في السيس بعد قريب للشيخ علي جمعة من حوالي شهر تقريبا بيقول له إن في خطأ لغوي المفروض الظالمون بالرفع. مش فاهم. هو بعض الناس يظن ان زي لا ينال الله لحومها، ان لحومها المفروض تبقى منصوبه، لا طبعا، لا يصل، لا يصل، هي طبعا قراءه هي الصحيحه، لا ينال عهد الله، لا يشمل عهد الله الظالمين، والظالم لن يدخل تحت عهد الله. فده ممكن تكون الجمله بتتغير، ولكن مش ده معنى التلاوه، معناها زي ما ذكر الشيخ. اخرج وكيع وابن مردويه، طبعا ده حديث متفق عليه أصله في البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا ينال عهد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف. الشاهد من إيه؟ جاب الرواية اللي مش في الصحيحين ليه؟ عشان اللي في الصحيح ما فيهاش الآية. أخرج عبد بن حميد من حديث عمران بن حسين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله، حديث صحيح.
إنما الطاعة في المعروف لا طاعة إلا في المعروف، دليل على أن الأصل أن لابد أن يكون إيه؟ معروفا، أن عرف أنه من طاعة الله، عرف من الشرع حسنه. وأما إيجاب الطاعة في المباحات وكذا في النهي عن إيجاب ترك المنهيات، ترك نهي، ترك أن يكون إيجاب الطاعة أو تحريم المخالفة في المنهيات للإمام العادل العدل لما يستلزمه ذلك وليس لأصل أمره. عشان كده قلنا عشان هو عالم عمره ما هيؤمر بأمر مباح يلزم به ولا ينهى عن مباح يمنع منه ويحرمه إلا إذا كان يترتب على ذلك إيه؟ فعل معصية أو ترك واجب، وليس أنه له أن يغير الأحكام. حتى التقييد المباح دي لابد أن يعرف حدودها، ومش أي واحد يتقال عليه تقييد مباح. مع تقييد المباح دي اللي توسعوا فيها في المتأخرين أدى ذلك إلى فساد عريض. منع الزواج دون 16 وقف ليها الله يرحمه الشيخ محمد أبو زهر. منع تعدد الزوجات، ده بتتغير الشريعة بمثل هذه الأمور، يقولك ده مباح والحاكم شايف كده. لا، هو لو عالم عمره ما هيقول تمنع تعدد الزوجات إلا لو واحد هو عارف إن هو ظالم وكل مرة يظلم في القسم وما يعرفش يقسم وما يعرفش يعدل بين زوجاته، يقول له أنت هنمنعك حالة خاصة، حالة أو حالات ماشي كده. واحد تاني يوجب عليه التعدد، ليه؟ عشان كده شافوا ان هو كل ما تكفوش امرأة واحدة وظروفها الصعبة، والعالم ممكن هيقول له كده انت يلزمك ان انت تعدد عشان ايه؟ عشان تعف نفسك. يبقى هنرجع الى ان الامر ده مبناه على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبة في فعل الواجبات وترك المحرمات. عمر رضي الله عنه لما منع المطلق ثلاثا ان يراجع امرأته كان ليمنعهم من محرم وهو طلاق الثلاث برفض واحد، الذي هو لعب بكتاب الله عز وجل، وأنه الواجب أن يطلق كل طلقة في طهر، لا يجمع الطلقات في طهر واحد. فلكي يمنعهم من أمر كان لهم فيه أنا فاستعجلوا اللي هو طلاق الثلاث، لكي يمنعهم من ذلك ألزمه وأمضاه عليهم. وليس أن ذلك تغيير للتشريع، التشريع هيفضل زي ما هو ان طلاق الثلاث يجعل ايه؟ واحدة. ولكن الحاكم لو رأى ان يلزمهم بذلك ليمنعهم من الحرام فعل. بس واحد زي عمر العلماء والواقع العدل ده ما يوافق الشرع، ما فيش في الزمن حد هيعرف مش هيعرف ان الحجاج كان ظالما ماشي كده، وان وقع ظلم هائل في ملوك بني العباس وبني أمية كتير جدا بقتل وظلم وفعل فسوق. الشرع اللي بيحدد انا عرفت ان فلان الفلاني ده منين؟ من اللي بيحصل في الارض، وبالنسبة ليكون هو شرع وموافق ولا مخالف بناء على ايه؟ بناء على معرفة الشرع. فلا بد ان اهل العلم اللي هيقولوا الكلام ده. انت لغاية النهاردة بنقول نور الدين محمود ملك عادل، عرفناها منين؟ من مواقفه الواقعية والنقل والجهاد في سبيل الله اللي عمله، وتحرير 50 مدينة، وصلاح الدين كان كذلك مثلا. احنا مالنا بقى دلوقتي؟ ما الكلام ده ابدا، الكلام ده معروف ايضا مما يأمر به وينهى عنه، واخد بال حضرتك؟ ولكن هذا الامر زي ما قلنا هو هيترتب على ذلك لزوم التغيير حتى ولو كان غير مقدور عليه أو يترتب عليه مفسدة. ده نظر إلى أهل العلم بقى في الموازنات دي، ولكن لا تلزم من كلام هؤلاء عامة المسلمين بما لا يعرف أنه طاعة، لأن الحديث بيقول إنما الطاعة في المعروف، لازم يعرف في الشرع حسنه. كل حاجة تحقق فيها مصلحة للمسلمين هنقول الناس يسمعوا الكلام فيها، كل حاجة فيها مفسدة نمتنعوا منها. تقييد المباح لازم يكون من عالم عادل
بقيد المباح، لان المباح لو فعلوه الناس على الوضع اللي هم عليه هيترتب عليه يا فعل ترك واجب يا فعل محرم، فبيأمرهم بما يمنع ذلك. ماشي كده؟ وليس ان ذلك لهواه. عشان كده لما الامام احمد سئل امه او ابوه يأمره بطلاق امرأته فقال ان كان ابوك مثل عمر فطلقها. ابن تيمية بقى في زمنه الدنيا باظت يعني على الامهات، سئل امه تأمره بطلاق امرأته قال ليس من بره بامه طلاق امرأته. عارف ان الحماد بيعملوا ايه في زمنه، وان مشكلة اي واحد، فقالوا ليس من قفلوا الباب، ليس من بره بامه طلاق امرأته. طب امه عايزة تجوزه بنت خاله، ماشي كده، مش عايزة تجوز ابن عمه، هيقول حتى او امي ولا أبو. لا يلزمهم ذلك، ده اذا كانت البت ما يلزمهاش تسمع كلامه، عايزين يجوزوها غصب عنها. الرسول جعل الامر ايه اليها، لا تنكح اي حتى تستأذن، ماشي كده. فاذا كان الامر في امرأة، في فتاة بالغة بكر غير الصغيرة طبعا، لان الصغيرة يجوز ان يزوج الاب والجد، ماشي، لعظيم شفقتهما، فبنقول بالاولى بقى يبقى الولد. ادي فهمنا بقى الموضوع يمشي ازاي، من اتخذ من هذا الباب. واخرج ابن جرير ابن عباس انه قال في تفسير الآية ليس للظالم عهد وإن عاهدته فانقضه، يعني إذا عاهدته عهدا مطلقا فانقضه في إذا أمرك بمعصية الله، ولا يلزمك أن تعاهده على لزوم أمره في المباحات والمستحبات والمكروهات وهو ليس بعالم ولا بعادل. قال ابن كثير وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل ابن حيان نحوه للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهير بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قرأ نافع وابن عامر واتخذوا، وقرأ الباقون واتخذوا، قرأ نافع وابن عامر واتخذوا، وقرأ الباقون واتخذوا. والمقام في اللغة موضع القيام، واختلف في تعيين المقام على أقوال، أصحها أنه الحجر الذي يعرفه الناس ويصلون عنده ركعتي الطواف، وقيل المقام الحج كله مناسك الحج، وقيل عرفة والمزدلفة، وقال الشعبي الحرم كله مقام إبراهيم. روي عن مجاهد. الصحيح الأول والثاني والأقوال الأخرى مقام باعتبار، مقام باعتبار، يعني عشان ما حدش يفتكر إنها باطلة، لا، لكن هي تنويع. أخرج البخاري وغيره من حديث أنس عن عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث، قلنا يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك أدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. أخرجه مسلم وغيره. أخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. دي رواية مختصرة، الرواية الطويلة حديث جابر الطويل، قال فعمد إلى المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى ركعتين، وده الصحيح، والرواية دي فيها اختصار. ثم يعني بعد أن فرغ من الطواف وحين عمد إلى المقام، وليس أنه يقول ذلك بعد ليه بعد الركعتين بل قبلها. وده الحديث ده بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أوضح دليل على أن المقام في الآية هو إيه، هذا الحجر. واختلفوا في قوله مصلى، فمن فسر المقام بمشاهد الحج ومشاعره قال مصلى مدعى من الصلاة التي هي الدعاء، ومن فسر المقام بالحجر قال معناه اتخذوا من مقام إبراهيم قبلة لصلاتكم فأمروا بالصلاة عنده، وهذا هو الصحيح. ثم العندية تصدق بجهاته الأربعة، والتخصيص يكون التخصيص بكون المصلي خلفه، إنما استفيد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم، ولأدلة وجوب القبلة. نتخذ مصلى
بأن نصلي إلى الكعبة. وفي مقام إبراهيم أحاديث كثيرة مستوفاة في الأمهات وغيرها، والأحاديث الصحيحة تدل على أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه كما في البخاري من حديث ابن عباس، وهو الذي كان ملصقا بجدار الكعبة، وأول من نقله عمر بن الخطاب، كما أخرج عبد الرزاق البيهقي بسند صحيح، وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة. وأخرج ابن أبي حاتم من حديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام إبراهيم؟ قال: نعم. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. المراد بالتطهير قيل من الأوثان، وقيل من الآفات والريب، وقيل من الكفر وقول الزور والرجس، وقيل من النجاسات وطواف الجنب والحائض وكل خبيث. هو الصحيح أنه يشمل الآفات والرجس المعنوي وهو الشرك والكفر، والحسي بتطهيره من النجاسات. والظاهر أنه لا يختص بنوع من هذه الأنواع، وأن كل ما يصدق عليه مسمى التطهير فهو يتناوله تناملا شموليا. تطهير عدم طواف الحائض والجنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطوفي البيت حتى تطهري. وأخطأ من أفتى الناس بجواز طواف الحائض، بل تحبس كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس الناس على صفية. والإضافة في قول بيتي للتشريف والتكريم، قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص بيتي، على أساس أنه كان طواف الوداع مش طواف الإفاضة، وإلا لو كان طواف الإفاضة كان حبسهم. صحيح. بيتي بفتح الياء، وقرأ الآخرون بيتي، والمراد بالبيت الكعبة. والطائف الذي يطوف به ويدور حوله، وقيل الغريب الطارئ على مكة، الأولان هو الصحيح. والعاكف المقيم، وأصل العكوف في اللغة اللزوم والإقبال على الشيء، وقيل هو المجاور دون المقيم من أهلها، وده الأصح، إنه العاكف بمعنى المعتكف الملازم، المجاور يعني المعتكف، لأن العبادة مش بمجرد الإقامة في مكة، العبادة بالإيه؟ بلزوم المسجد. والمراد بقوله والركع السجود المصلون، وخص هاتين الركعتين بالذكر لأنهما أشرف هذين الركنين بالذكر لأنهما أشرف أركان الصلاة، لا ولأنه ذكر القيامة في الآية الأخرى طار بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فذكر كل الأركان. القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. بعض التفسيرات يفسر الطائفين بالقائمين ومجتمعين فهي واحدة. لا، هو الصح أن العاكفين على ظاهرها العكوف. الطائفين مفسرها بالقائمين. ما هو عشان قلنا التفسير مش صح. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس التفسير اللي مش صح، اللي هو إيه؟ اللي هو إن هو يفسر الطائفين بالمقيمين بمكة، لازم عبادة. المقصود عبادة. وعلشان كده قلنا العاكفين ليس المقيمون بمكة، كم من مقيم مكة لا يتعبد. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الذين ينامون في المسجد قال: هم العاكفون. ده إذا كان بنية الإيه؟ الاعتكاف، وليس أننا نطهروا للنوم، مش كده؟ عشان يبقى فاهمين اللي بيناموا في المسجد لأنهم معتكفون. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم.